عشت. تقول له مثلا هل في الحلم ترى من نفسك أنك تسقط في مكان عالي؟ نعم. أنك تطير؟ نعم. يقول لك نعم. هل معها مثلا تلميم في الأطراف في اليدين وفي الرجلين أو حرارة؟ نعم. يقول لك نعم. قل لي مثلا أنت الراقي يقول هذه أثر عين صح؟ طيب الآن بدأنا في المنامات ثم ينتقل معه. هل تشعر بمرض معين؟ يقول لك نعم. كل مرة يعني أشعر بمرض في جهة، أحيانا في الرأس. وقد قمت بكم من عملية جراحية وكم من تشخيص وكذا وكذا، وكلما أذهب إلى مرض يظهر مرض. تقول صحة تمريض، كل مرة يظهر مرض. لاحظوا معي هذه الأشياء عندما يأخذها الراقي يصنفها ويعرف. طيب تقول له هل أنت تسمع إلى الرقية الشرعية مثلا؟ يقول لك نعم أسمع عادي جدا. طيب القرآن كله عادي؟ لا، هناك بعض الآيات تؤثر فيه، مثلا آية السحر أبكي. طيب جيد، والسحر في أشياء كثيرة، أي نوع من أنواع السحر تتأثر فيه؟ يقول لك أنا ربما جميع الآيات العامة للسحر التي يكررها معظم الرقاة هذه أتأثر فيها، لكن لم أقف على حقيقة سحري. تقول له إذا ركزت في التفريق هل تشعر بشيء؟ يقول لك شيئا ما، ربما يضيق صدري وأصرخ لكني أعي ولا أعرف كيف. تقول له هل تعرف التفريق في أي شيء؟ لا لا لم أعرف، لم أقف عليه. هنا مكمن مربط الفرس، هنا التشخيص. إذن عندما تكون الرقية الجلسة ضعيفة يصير وهم عند المريض دائما من الراقي، من الراقي موقف على الحقيقة، فيقول لعلي عندي مرض نفسي، فيذهب إلى الطبيب والطبيب يؤكد له أنه عنده، الطبيب النفسي دائما يؤكد لك أنك مريض نفسيا، فيبدأ معك في الجلسات وفي الأدوية. والجن له ذهاء يعمل على تأكيد هذا الشيء، فيجعلك ترتاح نفسيا شهر شهرين، ثم تعود إلى الطب وهكذا، ويصرخ في الرقي يقول لك والله قد ذهبت بها لأكثر من طبيب نفسي، لأن الإشكال ما كان في التشخيص، لأن الجن قد يحاول أن يخفي العلة والداء ويجعلها مرض نفسي، لكن ما يقاوم إذا كان التشخيص قويا في الأسئلة مثلا الآن، أو التشخيص أثناء جلسة الرقية. مثلا أقول لك عندما تقول له مثلا يفرقون به بين المرء وزوجه، وتقول بسحر المعقود فرقوا أو بالدم فرقوا، هكذا هو كأنك نفسيا تهيجه، فما يستطيع أن يصبر، وإن أراد أن يصبر ما يستطيع، خاص إذا وصلت على هذا المنوال من شيء فشفت تدرجت فيه، بالتالي فإنه ما يستطيع إلا أن يتكلم، أو أن المريض على الأقل يخرج بتشخيص صحيح فيعرف أنه ليس به مرض نفسي وإنما عنده مشكل. إذن الذي يقول عندك مس وهمي وأنت لم تصب بمس وهمي، أقول له لأن علاجك وهمي، لأن العلاج أصلا كان وهمي. وأقول هذه الحجة والذريعة المسلومة هي أسهل طريقة للتخلص من مريض هكذا، وبالتالي تمر على يديه عشرات الحالات في اليوم، وهم يقولون وأنا عما أقول صار يستحي الرقاة أو بعض الرقاة أن الحالة تبقى عنده مدة من الزمن لضعف العقيدة في قلبه. لما؟ حتى لا يشر إليه أن الناس يأتون إليك دائما وهم نفس الحالات، لأن ليس همه الآن صار يعتقد أنه الشافي، وهذه مشكلة خطير. لا يستحي الراقي أن يقول أنا السبب في الشفاء، وإذا ما صعصت حالة فإني لن أستسلم وسأبقى معها، لكن علي أن يكون ذكيا. مثلا كيف قلت لكم في مسألة المال، لأنه يعرف فيها مشكل مفهوم، ويعرف كذلك سبب السحر أو العين الحسنة التي عند هذه السيدة، حتى كل مرة إن شاء الله يعطيها جرعات حتى تقوى. أما أن يصير مسألة، أنا أقول لكم مسألة الأخ الشباني، كان لعلكم رأيتم برنامج بدون حرج، بدون حرج كان مشكل. لما؟ وقد صنعت فيديو سميته بدون حرج كله حرج، وقد توسل أو إخوة قالوا لي هذا الفيديو أزيله، وأزلته لأني تكلمت بأدلة وبينت الخطأ أخطاء التي وقع فيها، لأنه قد رمى الرقاه في مقتل حيث قال عن راقي يرقي أخت، ولازل إلى الآن في الفيسبوك يقولها يرقي أخت، والأخت صعد في الجنة يتكلم، قال في البرنامج مباشرة في بدون حرج هذه قسأت المذيعة، قالت لي ما رأيك في هذا؟ قال هذا مس وهمي، هذه كانت صاعقة بالنسبة. أنا تبعت البرنامج مباشرة، مجرد أن سمعتها قلت
زلة قوية خطيرة جدا. لأن أسهل طريقة للتخلص من الحالات هي أن تقول مس وهمي. هناك مس وهمي وهناك كذلك علاج وهمي. لهذا أقول الأخوات حتى تخرجي من هذا الحيص بيص ممكن أن تشخصي حالتك بنفسك. ركزي على الإكثار من العين، رقية العين بشكل مستمر يومي بالأدعية والآيات، سوف تأكلين هل عندك عين أم لا. وخاصة كل أخت تركز على الشيء الذي تراه يعني يناسبها، مثلا عندها عدم إنجاب حتى تعرف هل هي عندها بسحر أم بمرض بعلة خفية، فهي تركز على آيات الأرحام مثلا وآيات السحر والعين والحسد في الرحم. حين شعرت بآلام مثلا وبتلميل فحينها لا داعيك يقول لك عندك مسوى بيقول معالجني أنا أعي أن عندي كذا وكذا وكذا. وخاص إذا ركز على الحالات وأعاد التسجيل والرقية مرة ومرة وشعرت بنفس التأثير وحتى تتأكد هي بهذا الأمر، قد تغير من الرقية فتسمع إلى رقية مثلا أخرى للجن الطائر أو الغواص ما تشعر بشيء صح، لكن لأن هذه الرقية للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الدواء وعلى الدواء برئ بإذن الله، فعندما تصيب هذا الداء ويتأثر هذا الجني حينها بإذن الله عز وجل ترى تنمينا أو خوفا أو ضيقا في النفس أو بكاء أو صراخا أو تشنجا أو حركة أو كلام ربما تعي نصفه أو كله أو ربما لا تعي بشيء. إذا حصلت بعض هذه الأشياء خلاص ما لا داعي أن يقول لي وهمي، لكن قد يقول لك مس وهمي إذا أتيت مسبقا إليه وأنت تشتكين من آيات من أعراض كثيرة وقام برقية في 10 دقائق ضعيفة وما شعرت بشيء حتى يخرج نفسه ولا يقول أني قد وفقت، فيقول أنت ليس بك شيء. وبالتالي إذا لا ممكن أنه يلعب على مسألة وهي مسألة نفسية ويحيي لك أن ليس بك شيء، فاذهبي وانسي الأمر وإن شاء الله تصلين بخير. إذا كانت الأخت عندها جين قوي قد يخفي عليها المرض لشهر أو شهرين ثم يعاودها، عندما ترجع قل لا بدليل أنك ستي عادي. مفهوم؟ علينا أن نتفطن بعض الأشياء. أنا والله هذه المواضيع ما أحببت أسجلها ولا أظهرها لأني سوف أصفي عداوة أخرى، أنا غني عن هذه الأشياء. نعم خصش لكم الحاله حتى المره الجايه ملي مشينا جا واحد الجني قال لي خاص تكون مريم حاضره، ملي حضرات ذاك الجني اللي فهم اللي سالينا قال لي يلا قول لي كل وحده في هذا واش قال هكذا. وهذا لا يجوز. هم اسمعوا بارك الله فيك والله الاشياء جيده لي انا افهم الان. هم يقول المثل رمتني بدائها وانسلت. هم يقول اسمع هذا الشخص كان يرميني اني اعمل الرقيه ب50 درهم، فلما قال ب50 درهم قلت والله ساعمله ب100 درهم ومن أراضي سوف يأتي. عملت ب100 درهم صار الناس يأتون أكثر. قال كيف أنا أحاربه والناس يأتون حتى هو عمل رقية ب100 درهم هالأولى. قال يقول عني إنه يسجل الحالات خفية دون إذن أصحابها، بيّنت للناس أنها بإذنهم وسجلت اعترافات. قال على أن التكلم مع الجن لا يجوز وبدعة، فصار الآن ويتكلم مع الجن وأراد بالعكس أراد الاستعانة. قلت اسمعوني والله عندي أدلة مكتوبة أنه قال عندي سحر، قال أن الأسحار التي أستخرجها أني أنا من أذهب وأدفنها وأستخرجها. أي عقل يقول هذا راقي؟ حسبي الله. أنا قلت هذا وسمع غير عارف شكون الشخص. أنت خاصك تسمع على قبل هذه المعلومة وعلى قبل المعلومة ديال الذهب. قلت لي أنا الذهب للأخت نيامنة أنا حاضرة للأخت في المرض. وأصلا الجن اللي عدوا في المرض كيسعيروا. قالوا لي الجن مرض كينوض واش الجن كيعيب فيك يقول لي واش نتايا كتعيب في الأقرباء خرجتينا حتى حنا عندك عيروا لأنه أقول لكم شيء سألت بنيامين ربي يشهد علي ولا داعي حتى أقسم بالله لأن الأخوات يعني الحمد لله كانوا حاضرات وبفضل أي شيء أعرضه والله أعرضه صدقا، بل بالعكس أشياء لا أعرضها حتى لا أرمى أني كذاب وأني كان بالغ. أقول لكم أن الجن بن يمين اشترط عليه أصحاب قناة الهاشمي اشترطوا عليه أموال كثيرة من أجل أن ينسبوا هذه الأشياء اللي بانت كاملة لهم. اسمعوني مزيان، المشكل هو أن المغاربة ما كعطاش قيمة للقدرات اللي عندنا. والله أنا عيما أقول الهاشمي كانوا كيعطيوها الاموال وكيجيو عندها باش تسجل معاهم غير تسجيل واحد باش كانه سبق صحفي لقناه الحقيقه. ها هو راقي ومعدو حتى فيديو الهاشمي. اما مساله اخونا هذا الله يهديه عندما يقول ان مساله بنيامين غير حقيقه، فاني اقول له الاخت قد سجلت بفمها واعترفت، ذهبنا الى الجبل استخرجنا السحر، اتى بحزام ذهبي اكثر من 3 مليون، اتى بالذهب يساوي ملايين ملايين. اخر شيء ما قلتوش ولكن اقول الان أنها وجد بيتها كله فضة غالية
جدا. وربي يشفع علي من عليائه من فوق سبع السماوات، اني والله ما اخذت منها ولا درهم. اقسم بالله كان ياتي بالماء، كنا نسال الرقيه تقول لي الان الاورو في جيبي، انا اعي يقول لي الاورو في جيبي، كان كيجيب الملايين كتحط فوق الطابله هنايا الملايين في مركز اخر. قل له احملي مالك انا لا اخذه. لا كتقول لي صدقوا، قل له والله ما يسمعني تدرهم. ومساله جاو سيارات من لا ما نقولوا ديال من نقولكم مشكل، سيارات واحد الناس يعني عليه القوم، عليه القوم كيجيبوها حتى المركز، والجن فيها كيخلي السائق الخاص ديال فلان كيسوق بها. والرجال في الطريق يحبسوا وكذا، كيظنوا ان مسؤول كبير اتي، لا داعي لذكر الاسم، انه الشرط علي قال لي انت الان عرفت قدرتي، بامكاني ان اتيك باحدث السياره. الناس كيسحبوا شي خرافه، ممكن اتي بها لكن لا تعالجها، مفهوم؟ ومع ذلك ما رضخت لشيء. ممكن انه مع ادني عندما كنت ارقيه يقول لي انت غبي، يقول لي لما؟ يقول لي هناك من يتوسل الي ان اعمل معه وانت لا تريد. يقول لي لا اريد، فهمت؟ لهذا اقول لكم الرقاة، هذا بعض الرقاة هذا هو سبب العداوه، يتمنون فيديو واحد لكن ما استطاعوا الى ذاك السبيل، وهم قد ذهبوا اليها وقالت هذا في فيديو، طرقوا بابها وانتظروا امام البيت يتوسلون اليها يعالجها مجانا، لكن يريد فقط فيديو واحد لبنيامين. شي مصيبه كبيره. الحمد لله رب العالمين. انا اقول هذا حتى الاخوات يفهم، اللي غيعطيكم ورقه قدام الباب بحال البارح ربما شفتوني كيفاش لمت واحد الرجل، انا صريح، لان هذا الرجل زوجته قلت له انا اتكفل بعلاجها، والله يقول لي ذهبت بها في اي مكان، وقد رايت ماذا حصل لها في الرقيه، عندما كنت اقول سحر على السياره كانت تهتز. لكن المصيبه ان احد الاخوه جزاه الله خير من خارج المغرب يعني علمته، قال لي هناك من يشوش عليك ويظهر انه يحبك. قلت كيف؟ قال لي قد اتى الي عندما لم تكن، قال لي سوف اذهب بك الى راقي فلان. قلت كيف هذا؟ قال لي والله العظيم، قال لي هذا الرجل تعرف، والغريب انه قال لي اعطيك رقم هذا الراقي لكن لا تظهر لان الكاميرات كيسجلوا. هذا هو اللي بقى فيه، يعطيه رقم اذا انت عارف راسك درت شي حاجه ماشي مزيانه من خايف من الكاميرات. انا عندي ديريكت عيطت عليه، جبته قدام الناس قلت له بالله عليك هل انا رئيس النسوء؟ قال لي لا. قلت له نتعاون معك، الشرط راك شي درهم، وما كنبغيش نقول راه مثلا فلان مجان ولا هذا لله، ولكن تعمدت ندير. علاش؟ لانه اساء الي. قال لي نعم. قلت له والله لكن قلت انا احسنت وانت اسات، وها جزاء الاحسان الى الاحسان. قلت له عيب عليك اني نتعاون معك وانك تفعل. جا السياره وكيطلق فيا، قلت خلاص عفى الله عما السلف بحال ما قلت لك والو، وزوجك غنكمل مع العلاج، ولكن غير باش يفهم. فهمت؟ يعني هذا الشيء انا اتعرض عليه اليه بالليل وبالنهار، سواء من بعض الرقاه او من ناس اخرين. اسال الله ان يهدينا جميعا. اسال الله جل وعلا ان يهدينا وان يهدي بنا وان يهدي على ايدينا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى. خلاص يكفي هذا، نبدا ان شاء الله في الرقيه. طيب. طيب لا زال ما زال. ها؟ طيب ومساله الاسحار للجن، كي مثلا كيجي في الرقيه بعض الرقيه كنبينوهم وكيمد لي الاسحار وكذا وكذا، حتى هي راه صارت كدير فتنه كبيره جدا جدا. او لان الجن مثلا ملي كيمشي مثلا لبلاد اخرى وكيجيب سحر مثلا، رموني اني ساحر ودجال، مع اني اؤكد على التوحيد، وترون ان الجن يقول يبقى معك، ويقول لي ما تبقاش معايا. والله الان الذي يروج له الان ان الفقيه او الراقي او الشيخ اللي يقولوا راه صافي صار مع الجان، قد استحوذت عليه وتمكنت منه. نسأل الله العفو والعافيه. ولا يعرفون انهم يرموننا بالكفر، وهذا شيء من الموبقات. يعني اقول واوعدها، الراقي لما كانش عنده ميزان ديال الدين وماشي طالع يعني على طلب العلم، ينتظر منه العجائب. وانا اقول الى غرب النساحه الا من رحم الله، تلقى القله على رؤوس الاصابع اللي عندهم واحد شموا رائحه الفقه ورائحه الدين. لان ما بغيتش نقول شي كلام اللي يجرح، معظمهم الا من رحم الله عز وجل فتح مكان فقط ليتاجر. ملي تلقى واحد الانسان كيدير الرقيه وكيفسر الاحلام، كيدير الرقيه وكيبحث على الدفائل والكنوز، كيدير الرقيه هو عشاب، كيدير الرقيه وهو كذا وكذا، يعني جمعت انت كاع العلم كامل. لا هذا الشيء راه ولا غير ضحك على الناس صراحه، اقسم بالله العظيم. طيب. نعم تفضل.